سلام عليكم. في عائلة سعودية مكونة من 4 أبناء وبنتين. ولدهم الكبير تزوج وسافر شهر العسل مع زوجته راح دبي. أخوانه اللي أصغر منه الاثنين راحوا مع أبوهم إلى جدة عندهم شغل. بقى أصغر واحد من الشباب عمره 12 سنة مع والدته، والبنتين اللي عندهم متزوجات وكل واحدة الله يستر عليها في بيت زوجها. المهم البيت فضى، والزوج اللي هو أبوهم يعني مع عيال اثنين رايحين شغل وما يطولون يومين ويرجعون. أموصي زوجته أموصي ولده وتوكل على الله. يوم جاء الليل وتسمع المرأة صوت غريب في البيت. هي بروحها خايفة، أول مرة تقعد في البيت بروحها، والولد صغير عمره 12 سنة قاعد بغرفته. والمرأة يعني بدت يعني خايفة قاعدة بروحها وتسمع أصوات، بدت تتبع الصوت هذا وين. شوي شوي ولا الصوت طالع من غرفة الشغالة عاملة المنزل اللي عندهم أثيوبية. المهم لما قربت من عند غرفتها ولا تسمع صوت رجال داخل البيت. جت على طول وفتحت الباب، ولا هذا شاب أثيوبي مع شغالة أثيوبية. أول ما شافت بدأت تصرخ تبي تسمع ولدها منه اللي عمره 12 سنة يمكن تود إنه يعني يفزع لها يعني، أو تصرخ. أول ما شافها الأثيوبي هذا إنه قاعد تصرخ، أو يمسكها من الخلف ويحط إيده على فمها ويسحبها داخل الغرفة ومساعدة الشغالة نفسها ويخنقونها لين ماتت. لكن السالفة مو هني، السالفة الحين ارتكبوا جريمة قتلوا المعزبة. شو يسوون؟ قاموا خذوا المعزبة اللي هو الشاب هذا، قام يسحبها وداها إلى غرفة نومها، والشغالة راحت غرفة الولد تراقب إذا صحى ولا طلع ولا كذا. ويجيب الولد هذا يجيب سلك كهربائي ويوصله في الكهرباء ويقطع راس السلك ويحطه على جثتها ويولع النار فيها وهرب من البيت. والشغالة سوت نفسها انها عادي في غرفتها لين ولعت النار. الجيران شافوا دخانة جو يطقون الباب، الولد صحى قاعد يبكي الولد ويصرخ وأمي داخل وأمي كذا وجو رجال الإطفاء. ولا غرفة المرأة هذه مسكينة مولعة بالكامل والجثة متفحمة. جاء تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية في البداية والإطفاء أنه مبدئيا أن التماس كهربائي واضح السلك ومدد، لكن استغربوا السلك هذا ما له أي توصيلة يعني مدت في الكهرباء، لكن حق شنو هالسلك هذا وليش واصل ليه عند المرأة نفسها؟ يعني صحيح إنه ذايب لكن أسلاكه مبينة. يعني تقرير الطب الشرعي على ما شالوا الجثة وفحصوها وكذا، الأدلة الجنائية قالوا في موقع الحريق نفسه في غرفة النوم، وقدروا أن يسيطرون على النيران الإطفاء قبل لا تنتشر إلى باقي أرجاء المنزل، أن لقوا هاتف للمرأة لكن في هاتف ثاني. فسألوا أهل البيت بعد ما رجع الزوج والعيال ومنهارين وكذا، سألوهم والدتكم هذه يعني عندها كم هاتف؟ قالوا واحد بس. قالوا لقينا هاتف ثاني، والهاتف قديم صحيح انه ذايب ومتفحم لكن حددوا نوعه. قالوا لا هذا مو هاتف الوالدة، هذا هاتف الشغالة الأثيوبية.
الظهر يوم ساعدته في سحب الجثة طاح الهاتف معها داخل الغرفة، غرفة المعزبة، وولع داخل الغرفة. هني التفتوا على الشغالة، اسحبوها للتحقيق. في البداية انكرت، مع التحقيق وكذا وجابوا كشف الاتصالات، ولا في اتصال بينها وبين شخص وفيها التوقيت الفجر. يوم واجهوها في الأدلة وتعترف، قالت يبا هذا عشيقي، وهذا أصلا متعود يجيني كل ما فضى البيت يجيني على الساعة واحدة ثنتين، يدخل من الباب الخارجي ويقعد عندي في الغرفة وما يطلع إلا الفجر. لكن فيها اليوم احنا كنا مطمئنين لأن أغلب اللي في البيت العيال مسافرين، والأولاني تزوج وراح دبي، وما بقى في البيت إلا المعزبة والولد، لكن ما توقع أنها راح تنتبه يعني. فتقول لما اكتشف يعني اكتشفت وجود عشيقي عندي وبدأت تصرخ، وخفنا أنها تفضحنا وولدها يسمع ولا أنه يتطور الموضوع، عشيقي على طول قدر أنه يسيطر عليها وحط إيده على فمها ودخلها الغرفة، وبدينا إحنا أنا وياه نخنقها إلى أن ماتت. ألقوا القبض على عشيقها واعترف بجميع التفاصيل، وتم إحالته للمحاكمة وحكموا عليه وعلى عشيقته الشغالة بالإعدام، يعني بالقصاص. هذه ما هي قصة الليلة، هذه يعني مقبلات للقصة اللي حصلت اليوم. قصة حصلت في تركيا في أزمير. أحد الشباب السوري الموجودين في تركيا، والله يعينهم أخوانا في سوريا، يعني كثير الحين في تركيا بسبب ظروف الوضع عندهم في سوريا، يعني متواجدين ومقيمين صار لهم أكثر من 8-9 سنوات الآن في تركيا. القصة عن شاب، وهذا الشاب بنفسي أنا مكلمة، حصلت معاه واقعة من أغرب الوقائع. قال الله يسلمك، قبل 4 أيام في أزمير في تركيا اتصلوا علي اللي هم السلطات الأمنية التركية، قالوا مرحبا مرحبا، من مصطفى، أنا بسميه مصطفى، مرحبا مصطفى. قال أهلين. قال مصطفى معك الأمن، ويقول وأنا لما اتصلوا علي من هاتف أرضي وأسمع صوت البوليس، وهو يتكلم تركي على شوية عربي، وأسمع صوت الشرطة جنبه واتصالات، يعني يقول تعرف كأنه واحد قاعد في مركز الشرطة. يقول المهم هذا قال لي عرفني بنفسه وقال لي احنا نحقق في قضية وانت من ضمن المشتبهين، لكن احنا نبي نتأكد قبل لا يعني نكمل معاك، وممكن نتفيدنا في الموضوع قبل لا يعني يتم كل شيء يعني ويتم اتهامك بشكل رسمي. قال تفضل. قال اول شيء علشان تتأكد ان انا ضابط ومحقق في مركز الشرطة، عطنا رقم موبايلك. عطى رقم موبايله، ارسل له هويته الرسمية وارسل له جميع الاثباتات والاوراق. قال تفضل. قال احنا مسكنا شبكة ارهابية، وهذول يدعمون يعني مجموعات ارهابية خارج تركيا، واللي ألقينا القبض عليه عثرنا عنده على صورة من هويتك الشخصية. هذا انصدم الولد. قال له والله يا اخوي انا صار لي 8 سنوات في تركيا، وانا إنسان يعني عندي عائلة وعيال وإنسان ملتزم وأموري الرسمية كلها سليمة يعني. قال المهم أنت من اللي معطيه هويتك الشخصية؟ يعني مثلا رحت فنادق، مثلا استأجرت سيارة، يعني في شخص عطيته هويتك لأي غرض معين؟ قال لا أبدا. متأكد؟
لا تكذب يا مصطفى، يا تساعدنا يا احنا نتخذ معاك الاجراءات. قال انا اكلمكم بكل وضوح وكل صراحه، انا والله ما عندي احد ولا يعني عطيت احد هويتي ولا قال زين جتك تحويلات من برا؟ عندك تحويلات بنكية؟ أحد أرسل لك من أوروبا أي مبالغ؟ قال لا والله ما عندي. قال له زين تذكر معي، أنت يعني الفترة الماضية هذه بعت سيارة، شريت سيارة؟ قال إيه نعم صح، قبل شهر ونص. قال له حلو، من وين؟ قال من أحد الأسواق اللي تبيع السيارات. قال اذا انت اكدت شكوكنا باتهام شخص هذا شغلته اصلا لما تجي المكتب السيارات وتسوي المعامله عنده وتدفع الفلوس ويحولك اللي هي ملكيه السياره، هذا الشخص احنا اصلا من ضمن قائمه المشتبه فيهم، وهذا ممكن انت اللي رحت عنده وقدمت الاوراق وخذ صوره من هويتك وقاعد يستخدمها في العمليات الارهابيه. قال زين طيب وانا شنو ذنبي؟ انا اشتريت سياره وما. قال له زين اسمع شوي، انت الحين لازم تجينا على العدليه، العدليه نفس المحكمه عندهم، ولازم نعرضك على القاضي واشرح له انت شنو علاقتك اصلا في الموضوع، وان هذا الشخص اللي في مكتب السيارات او وكاله السيارات هو اللي ممكن استخدم صوره بطاقتك قبل شهر ونص لما انت اشتريت السيارة، واثبت له شنو الاوراق اللي انت شريت فيها السيارة وخلاص انتهى الموضوع، اذا انت طبعا كلامك صادق وحقيقي. قال نعم. قال زين اسمعني، احنا عشان تأكد من صحة كلامك الخط الحين ما تسكره معانا، نبيك تنزل من البيت او تركب السيارة ولا تسكر الخط الى ان توصل عندنا في العدلية في المحكمة. نخاف تسكر وتروح تتصل على جماعتك الإرهابية أو يمكن تبي تحذرهم، فإحنا علشان نصدقك لا تسكر الهاتف. قال أبدا ما راح أسكره. قال له يلا توكل على الله أطلع من البيت معنا على الخط أنت. قال إيه نعم. يلا انزل أركب سيارتك، انتظر ثواني لحد ما نقول لك شغل السيارة وتحرك. قال أوكي. في هالأثناء قالوا له عطنا رقم تليفون زوجتك علشان نطمنها ان انت معانا في المحكمه ونثبت لها ان انت جاينا في العدليه ونعطيها العنوان اذا هي خايفه عليك. قال اي ما في مشكله يا ريت، لان انا معاكم على الخط وما اقدر اسكر وما اقدر اكلمها. قالوا له اوكي عطنا رقم تليفون اتصلوا عليها. قالوا له احنا الشرطه والموضوع كذا كذا كذا، وزوجك الان متوجه عندنا في العدليه، اذا حبيتي تجين عندنا ما في مانع، ولا تخافين ان شاء الله ما في شيء. ويحاولون يطمنونها يعني، لان هذاك على الخط هم خايفين يسكر يروح يتصل على جماعته يعني كتاكيد منهم انه هو متعاون. قالت اوكي. قالها العسكري الضابط، قالها زوجك منو فيهم اللي، لان انزلوا ثينة من العمارة. قالت زوجي اللي لابس كنزة صفرة وتيشيرت ما ادري شنو وبنطلون ما ادري شنو. قال اوكي. ويقوم هذاك ويتصل يكلمه الحين على الخط. قال له يا مصطفى انت لابس كنزة صفرة وانت كذا ولا تلفت. وانصدم. قال هذول قاعد يرغبوني. قال يلا شغل السيارة. شوف اسمعني مصطفى، الآن علشان نتأكد أن هذا الشخص اللي في المكتب مال السيارات ما له علاقة فيك وأنك أنت ما تعرفه، نبيك تروح لعندهم أو تروح إلى أي مكان لبيع السيارات تشترون سيارات وقول لهم أنا ببيع السيارة. لما يودونك عند المكتب هذا مال التحويل وتروح عند الشخص اللي احنا الراقبة، نبي نشوف هل انت لك علاقة فيه، هل اذا هو خذ صورة بطاقتك يحتفظ فيها علشان تأكد انك بريء وما لك علاقة فيه. قال زين انا سيارة توني شاريها 80,000. 80,000 دولار يعني ممكن. المهم قال لي مو مشكلة، روح اي مكان قول لهم ان شاء الله لو ياخذونه ب50. يقول فعلا رحت في محطة غسيل سيارات، وفي واحد جنبه في واحد سوري وفي واحد تركي يشترون السيارات ويبيعون. يقول عرضت السيارة على التركي، يقول ما حبيت أورط الشاب السوري معاي
لأن سوري ومقيم في تركيا ما أبي أورطه في قضية مثل هذه وهم يدورون على إرهابي. فيقول رحت حق التركي، يقول حتى السوري اللي يشتري سيارات زعل مني، يقول لي أنا سوري ومنك فيك، ليش ما تبي تبيع لي؟ يقول لا أنا ببيع حق التركي. يقول وأنا أغمز له يقول له يعني ما تنفع لك السيارة، ما تنفع لك. يقول ما أبي أورطه وهذول معاي على الخط ما أقدر أسكر. ويروح حق التركي قال له خلاص ببيع لك. قال له شوف أنا ما عندي إلا 50 تبيع؟ قال أنا توني شاريها ب80. قال له والله حبيبي أنا فلوسي جاهزة 50. قال له أوكي. كلم الضابط قال له شوف قول له خلي حول لك الفلوس على حسابك، ولا تدري شلون خلي يحول لك الفلوس على حساب زوجتك. قال زين أخاف يحول لي وبعدين أنا شلون ما ببيع السيارة؟ قالوا لا هذا موضوع شكلي يعني، بس هو يحول لك ولين توصلون عند الشخص اللي احنا مستهدفينه في المكتب عشان توقع الأوراق راح نطب عليكم وراح نكنسل كل البيعة ونرجع حق الرجال فلوسه. يقول قلت أوكي. فقلت حق التركي حول لي الفلوس على حساب زوجتي. يقول لكن أنا مو حافظ حساب زوجتي. فقلت حق الضابط زين أنا مو حافظ حساب زوجتي شلون يحول لي؟ قال لحظة شوي خليك وياني على الخط. ويتصلون على زوجتي قالوا لها عطينا رقم حسابك علشان خلي واحد يحول مبلغ، واحنا هذا مثل الكمين حاطينه حق الشخص اللي احنا مشتبهين انه له علاقة مع زوجك. ايه قالت انا اصلا ما عندي في حسابي الا 150 ليرة تركية. هي مو خايفة على الحساب، عطتهم رقم الحساب، عطاه حق التركي وقال خلاص حول لي المبلغ عشان احنا نبيع السيارة رسمي. قال ما في مانع. وقام وفعلا وحول له 50,000 دولار على حسابه، حساب زوجة مصطفى. لما حول وراحوا الاثنين الى المكتب اللي فيه الشخص المشتبه فيه وعطوه الاوراق وكذا، ويقول هذول معي على الخط. واقول الحين انا وصلت عند المكتب. قال اي مالك شغل، هذا موضوع كله شكلي، خله يسوي الاجراءات ولما نطلع برا احنا راح نكنسل كل شيء ونرجع حق الرجال فلوسه ونلقي القبض على هذا الشخص اللي راح ياخذ اثباتاتك ويخبيها، لان اول ما يشوفك سوري هو دائما يستغل الضحايا من السوريين وياخذ صوره البطاقه. يقول رحت كملت السالفه ورحنا عند هذا طبعا تركي هذا اللي يشتغل داخل المكتب. يقول ويحول السياره حق التركي وبعدين تمين الاجراءات والضابط معي على الخط. اقول له ها شنو الحين؟ يقول لا عادي الحين اركب تاكسي، انت عندك الفلوس بحسابك بس احنا الحين راح نلقي القبض على اللي شرى السياره تركي، وراح نلقي القبض على هذا اللي سوى لكم معامله، وانت تعالنا على العدليه بتاكسي واحنا راح تلقى سيارتك واقفه عند العدليه الحين، وراح تصعدون ثياناتكم انت والصاحب السياره والمتهم هذا اللي احنا مشتبه فيه انه له علاقه ومرتك في الموضوع، وراح ننهي كل شيء. يقول قلت اوكي يلا، لان انا الفلوس عندي. يقول يعني حتى لو سمح الله فيها شك الموضوع، اصلا فلوس فعلا تحولت بحساب زوجتي يعني. يقول ركبت تاكسي ووقفت عند العدليه المحكمه. انتظر شوي وهذا معي على الخط ما اقدر اسكر التليفون. يقول انتظر شوي 10 دقائق بينزلوا لك 2 شباب وكذا. يقول قال لي راح تجيك رساله تاكيد بنكيه من حساب مصطفى، مو حساب زوجته اللي فيه فلوس، حساب مصطفى. وحساب مصطفى يعني ما كان فيه يعني الا 3000 دولار يعني. يقول انا استغربت. يقول لي عطني الكود اللي هو قلت لا شنو كود؟ لا انت شنو علاقتك في البنك؟ ويقول هني انا شكيت فيهم واستغربت، كان اسكر التليفون واتصل على زوجتي قلت له شيك على حسابك. يوم شيكت على حسابها ولا ما فيه ولا ليره. قال له شلون سحبوا؟ قالت لان الضابط اتصل علي وقال لي عطيني الكود نمبر اللي يوصل لك، وقدر انه يسحب المبلغ 50,000 دولار ومعاهم 150 ليرة
وحولهم الى حساب اخر، استغلوا خوفها وقاموا يقولوا لها زوجك راح يتورط وارهاب. وحتى هي شلون تاكدت ان هم صح ضباط وكذا؟ لان هم اثناء ما كان ينتظر عند العدليه قالوا له عشان تطمئن انت مع زوجتك راح نشبكك مع زوجتك وطمنها وقول لها الوضع اوكي وكذا ولا تخرعها. فعلا شبكوه وقال لها اطمئني وان شاء الله الامور طيبه وانا ما في مشكله عند العدليه. سكروا الخط بينهم، وهذيك لما اتصلوا عليها خذوا منها الكود وهي صدقت خلاص يعني الموضوع رسمي وتروح يعني الفيلم هذا كله علشان يخلونه يبيع سيارته وياخذون الفلوس. وهو اول شيء دخلت الفلوس بحساب زوجته، لكن شغلوا الهاتف معاه وهاتف مع زوجته. يعني هم عصابه منظمه وفنانة وخبرة في عملية شبك الأمور. وأصلا اللي في المكتب التركي هذا اللي سوى له معاملة ما له علاقة بشيء، واللي اشترى السيارة التركي مع أنها سيارة قيمتها 80,000 اشتراها ب50,000 ما يدري شنو الموضوع، اشترى السيارة ببلاش. المهم هذا يوم اكتشف ان السالفة هذه كلها عملية نصب وسيارته راحت والفلوس كلها راحت، حتى كانوا يبون يبقون من حسابه وهو يعني يشوفون هم يقولون هذا صيدة يعني قد ناخذ بعد اللي عنده بحسابه، لكن هو انتبه على اخر شيء. المهم مالكم بالطويلة راح شقى عمره كله، واصلا السيارة هذه هي اصلا مصدر رزقه. على بالكم هني سالفة؟ لا، هذا مصطفى انصدم، صكت فيه الدنيا. يقول شقى عمري 8 سنوات وانا اشتغل ليل مع نهار لين جمعت الفلوس واشتريت سيارة علشان اشتغل فيها راحت بلمح البصر. يقول انا انجنيت، يقول قمت اسأل ورحت لمركز الشرطة قالوا لي نعم انت حبيبي سجلت قضية الحين ان في نصابين واخذوا منك فلوس، تعال حبيبي. ويطلعوا له ملفات نفس القضية نفس عملية النصب، ناصبين على كثير من السوريين والعرب اللي موجودين في تركيا. لا، يقول يا ابو طلال رحت وين؟ يقول رحت المكتب اللي جنب المغسلة اللي انا بعت له السيارة التركي، قعدت اترجاه انه لا يبيع السيارة اني راح استردها منه، اتسلف من احد ويردها لي بنفس القيمة 50,000. قال لي لا يبا مستحيل اردها لك. يقول مسكني السوري اللي كان يقول لي ليش ما تبيع لي اياها، ليش بيع حق تركي وانا كنت اغمز له، يوم شافني جيت ابى اقول حق التركي رجعها، فقال لي زين ليش ما بعت لي اياها انا في البداية وانا منك وفيك، وممكن انت لما تيجي تقول ابى اردها انا ممكن اعطف عليك، لكن هذا ما راح يعطف عليك التركي. قال لا اسكت يا معود، القصة صارت كذا. يقول ويقوم يصارخ السوري اللي كان بيشتريها، ليش؟ قال يا اخي ليش ما قلت لي؟ ليش ما قال لي يا حبيبي كانوا معاي على الخط. طبعا قال القصة كاملة. يقول شلون اقول لك هم معاي على الخط وانا كنت ما ابي اورطك وقعدت اغمز لك ان اوخر عن السيارة. قال لو انك مبلغني كان والله العظيم كشفت لك ان انا صارت فيني بسيارة واخذوا مني 90,000 دولار قيمة سيارة قبل شهرين، لو انك بس مأشر لي، لو انك خايف من اللي كانوا معاك بالخط بالتليفون، لو انك مأشر لي على التليفون انا كان فهمت، لان مثل الفيلم بالضبط حصل معي. قال مو بس انت، تعال. ويتصل على واحد ثاني وعلى واحد ثالث، هذا يقول والله خالي صار معاه نفس الموضوع، هذا يقول لا والله عمي صار معاه كذا. وطلعت القصة هذه شغالين على هالناس هالمساكين اللي يخافون من اي تهمة ارهاب ولا شيء، ويلعبون فيك بالتليفون ويخلونك تبيع سيارتك عشان يصير عندك كاش عشان ياخذون منك الكاش. وقال حتى هذا السوري اللي يشتري سيارات قال نفس الطريقة، انصبوا علي وانصبوا على زوجتي وخلونا كل واحد فينا مشغول بالتليفون ما حد يقدر يتكلم الثاني. يا عمي يقول عندهم شبكة عصابة واتصالات شيء رهيب. مالكم بالطويلة احذروا من اي عملية نصب بالتليفون يحقق معاك، والله تعال سدد، والله تعال اي شيء ما في ورقة رسمية
وتروح بنفسك الى الجهة الرسمية كله كلام فاضي. احد بيحقق معاك يقولك تعال احضر المكان الفلاني، يكون مكان رسمي. غير هالكلام لا ترد على اي احد بالتليفون ولا ترسل له بياناتك، وخصوصا بياناتك البنكية. حتى لو يقول لك انا موظف البنك، قول له ما تشوف شر اقلب وجهك. لا تعطي اي احد اي بيانات بنكية او شخصية عنك او شخصية عن اشخاص مقربين منك، عشان لا يستغلها في استدراجهم مثل ما حصل مع مصطفى وزوجته. هذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.